السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على برنامج أوتوديسك ريكاب. برنامج أوتوديسك ريكاب إيه فايدته؟ دلوقتي ممكن يكون إحنا عندنا مبنى موجود قائم مش لسه بنصممه، ومحتاجين إن إحنا يبقى عندنا لوح كاملة ليه بالتفاصيل بتاعته، على أساس لو إحنا محتاجين نعمل صيانة، لو محتاجين نعمل عملية تشغيل، فبنجيب ليزر سكان وبنحطها في المكان. ونبدأ نحول المكان دوت لمجموعة من النقاط، تمام. وبعد كده ندخل على البرنامج دوت بيبدأ يحولها لموديل، تمام. الفكرة بقى ان احنا بنحط الجهاز مثلا في المكان دوت، وبعد كده بننقله لمكان تاني، وبقى في بعض الورق كده محطوط على النقطة ورقم، بحيث نبقى عارفين لما ناخد الاسكان دوت عارفين النقطة دي يوصله بمجموعة النقط اللي خدها الجهاز التاني في نفس النقطة، ويبدأ يكمل معانا الشكل كله، تمام. ده اول ما بفتح البرنامج بيجي لي الشكل دوت، بيديني هنا بعض الملحوظات، بيديني بعض المعلومات المفيده لو انا عايز استفاد من معلومه بقول اوكي، بيديني ان انا افتح ملف موجود، تمام. بيديني ان انا احفظ، بيديني ان انا اعمل امبورت او اكسبورت للملفات. هنا بعض الاعدادات هنا خاصه بالكوردينيشن سيستم، في بعض الكوردينيشن موجود اهوت، تبدأ تختار اللي انت عايزه او هتعرضك اكس واي زد، تمام. يعني تقدر تختار انت عايز اني كوردينيشن سيستم، تمام، حسب المكان اللي انت عايزه، تمام. يعني ممكن تختار مثلا اريزونا سنترال زون، تمام. وهنا بقى بتختار الكاميرا هتبقى موجوده فين، النير بلان، الفار بلان بتاعه. بعد كده هنا اليونت هتشتغل بالمتر ولا بالمليمتر ولا بالسنتي، التقريب هيبقى قد ايه. هنا اماكن الملفات بتاعه التمب، هنا يعرض لك كم ملف موجودين، الاماكن بتاع السيرش باص تقدر تضيف اي باص انت عايزه. هنا بقى الحاجات الخاصه بالادفانسد، الميموري بتاعتك انت محدد لها مساحه معينه قد ايه ولا عايزها اوتو، تمام. يعني ممكن تقول له لا مش عايزها اوتو، تحدد حاجه معينه ما تزيدش عنها. اللغه بتاعتك انت عايزها انهي لغه، تمام. تعال نبص كده، كالعادة العربي مش موجود، في تشيكي وفرنسي وجرماني وإيطالي وجابانيز، والتشاينا فيه اتنين، تمام. طيب أقول له كنسل، هو جاي معاه مشروع جاهز، تمام. وممكن أنت تدخل مشروع سكان، أو ممكن تدخل فوتو بروجكت، وبعد كده ممكن بعد ما تشتغل بتصدر الكلام ده لبرنامج فورم 360، ومن فورم 360 بيصدره على الريفت، تمام. طيب ممكن تدوس في اي مكان يدخلك على المشروع بالشكل دوت، تمام. هتلاقي هنا القائمه دي اختلفت، الاعداد بتاعتها بدا يزيد شويه، بعض الاعدادات الزياده، حاجه خاصه بالريجستريشن، بالهيلب، بالخروج من البرنامج، برؤيه البرنامج عايز تشوفه ار سي بي ولا لا، ولا بالشكل دوت. انا عايز اشوفه ار سي بي الصراحه، تمام. بيديني برضو اعدادات خاصة بالزوم مثلا، اعدادات خاصة بالاوبجكت مش الكومنج، تمام. لو انت عايز تقيس مسافة، احنا هناخد البرنامج كله بالتفصيل ان شاء الله، تمام. بس مش يعني احنا دلوقتي بس نتعرض على الواجهة، بس نعرف الواجهة، تمام. تقدر تتنقل كده بحيث تشوف البرنامج انت عايزه. لو دوست هنا بتتنقل للمكان دوت، المنطقة الاسكان، المكنة السكانر كانت موجودة هنا، هو هنا خد الاسكان من نقطتين، فلما تدوس على النقطة التانية تتنقل ليها، تمام. وهنا بيجيب لك الأماكن بتاعت الشغل بتاعتك قد إيه، هنا بيعرض لي بعض الأدوات اللي ممكن تفيدني في إن أنا اعرف مثلا البعد من هنا لهنا قد ايه، ارتفاع الباب ده قد ايه، عرض الباب قد ايه. ممكن تحطه هنا او من هنا لهنا كده، تمام، عشان تعرف طول وعرض الباب. عايز اشوف حاجات في 3D، عايز اشوف يعني بيديني بعض الادوات ان انا ابدا اتفرج على المشروع، اشوف المشروع، هنبدا نتعرف عليها كلها بالتفصيل زي ما انت عايز، تمام. ممكن اقول له بقى انا عايز التراجع عن الحاجات اللي عملتها،
وممكن هتلاقي هنا المكعب الشهير على اساس ان انت تشوف كل حاجه في المشروع. تمام، دي بعض النقط اللي اتاخدت من بره. تمام، انما الشغل كله المفروض ان هو جوه المبنى دوت عن طريق البكره، بتبدا تدخل جوه المبنى اهو بالشكل دوت. طبعا زي ما انت شايف في درجة عالية من الدقة في الحاجات اللي متاخدة. ممكن اجي هنا من هوم اقول له انا عايز ارجع اللوحة الاساسية خالص، ولو عايز اظهر اول شاشة كانت بتظهر لك اللي هي وسط اليوم، فكده تبقى انت رجعت للواجهة الرئيسية خالص. تمام، الدروس الجاية ان شاء الله هنبدأ ندخل في تفاصيل التعامل مع البرنامج.